رفض الاقتحام وإغلاق قوات الاحتلال للمؤسسات الحقوقية والأهلية، نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية ولجنة التنسيق الفصائلي وقفة منددة بإجراءات الاحتلال بحق تلك المؤسسات. المشاركون طالبوا مؤسسات واتحادات المجتمع المدني المحلية والدولية للوقوف ضد إغلاق المؤسسات في فلسطين. هذه الوقفة تنديدا ورفضا لطبعا لإجراءات الاحتلال التعسفية، هذه الجريمة التي تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يقوم بها الاحتلال يوميا، ونحن نرفض وندين هذا بشدة. هذه المؤسسات هي تعمل بشكل قانوني، هذه المؤسسات هي التي توصل الإجراءات والانتهاكات الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني. المشاركون في الوقفة أكدوا على ضرورة توفير مظلة حاضنة محليا ودوليا للعمل الأهلي الفلسطيني والذي يقع في دائرة الاستهداف الإسرائيلي، بالإضافة إلى رفع هذا الملف إلى الجنائية الدولية لاستهدافه تلك المؤسسات التي تناضل من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني. بمبادرة من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فرع نابلس، دعيت إلى المؤسسات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني، القوى الوطنية وكافة الشخصيات للتعبير عن موقف جميع أبناء شعبنا اللي عبر عنه بلحظة الإغلاق واللي توجهوا بناء عليه لفتحه مجددا، موقف جميع أبناء شعبنا وجميع أحرار العالم والمدافعين عن حقوق الإنسان من هذه الخطوة من هذه الإجراءات. واقتحمت قوات الاحتلال قبل أيام 7 مؤسسات حقوقية وأهلية في مدينتي رام الله والبيرة، وقامت بإغلاقها بعد أن عبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات عدد منها، الأمر الذي لاقى تنديدا محليا وعالميا واسعا. رغم استهداف الاحتلال لهذه المؤسسات الفلسطينية الحقوقية والإنسانية، إلا أن هذه المؤسسات تؤكد على استمرار عملها الإنساني رغم كل إجراءات الاحتلال. من مدينة نابلس بدر أبو نجم، تلفزيون فلسطين.